السلام عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم اش اخباركم كنتمنى تكونوا بالف خير وانتم كتشاهدوني اليوم ان شاء الله يوم جديد في ظل هاد الظروف اللي حنا كنعيشوها بسبب الوباء الحمد لله ودائما تحت شعار خليك في دارك خليك في دارك اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم النهار ديالي كيفاش كندوزو مع وليداتي في الدار اليوم الصباح دابا انا نصور لكم دابا من صباح راني كنوجد في الفطور كنسخن في الملوي والبطبوط اللي ديجا كانوا عندي في الفريكو شي نهار ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم الطريقه هانتوما كي كتشوفوا راني عمرت اتاي ديجا باش يبرد انا عزيز عليا اتاي صيك ويكون مشحر البنات راه يبان لكم البراد راه مشحر نيت ما عزيزش عليا داك النعناع وداك الشيء ما عزيزش عليا وكلشي على الكشكوشه يا البنات هانتوما كي كتشوفوا اتاي راه تبارك الله ما شاء الله طلع زوين وكيعجبني يكون ناقص حلاوه هذا آه وقتي وقت اللي عزيز عليا المهم راه نبدا نسخن انا في الملوي وهذا نوجد الفطور على حساب ما عندي الخبز بقات خبزه واحده غادي نفرقها لوليداتي ندير فيها البيض راه بغاو البيض المهم كنسخنوا بالنسبه للبطبوط راه ما بغاوش البطبوط يعني غنسخن غير وحده كسافي غير بوحده بالنسبه لاتي راني خويته باش يبرد باش ما يبقاوش يبرزطوني لانهم كيبقاو يبرزطوني بردي يا ماما بردي لي اتاي اللهم يبرد على آه خاطرو أه بالنسبه للطبات راني سخنت غير وحده ليا انا وغنصايب لهم اومليت كيف كتشوفوا أه صايبوا لهم كل واحد بوحده ديالو أه صراحه كيطلع في هذه المقله غزال هاد الاومليت شي حاجه بسيطه عاديه ولكن كيجي بنين صراحه والله العظيم الا كيجي بنين هكا أه البيض كيجي هكا بنين وهاد المقلة هادي لي زوينة تلصق ما والو كنت خديتها على حساب ندير بها بغرير ساعة ما صدقش ليها فيها بغرير وقلبتها لأومليت ديال البيض كل واحد نديرلو البيضة ديالو هنايا وهذا المقلاة خديتها غير درهم يعني رخيصة هي صدق البغرير في المره الاولى في الاولى صافي من بعد ما بقاش صدق هانتوما كي كتشوفوا هاد كلها كل تبصيل منين البنات عندكوا الضحكورة هذا وحل الام اللي عندها الوليدات ما كاين غير الراس دق دق واش غادي نديرو الحمد لله المهم البيض راه طاف زيت الزيتون وزدت عليه الكامون ودرت الملحة هذا هو الفطور ديالنا البنات عادي جدا راه اليوم راه تهليت فيهم اليوم راه درت ليهم البطبوط والملوي سخنتو ليهم حتى سالي من الفريكو ونعطيها الخبز <applause> ما كتبقاش الصحه صراحه ب... يعني الخاطر باش تبقاي كل مره طيبي هذا الشيء يعني المهم دابا الحمد لله بالنسبه لولدي في الصباح كندير ليه راجع في الصباح ويراجع في العشيه راه دابا كيوجد في الواجبات ديالو يعني الحمد لله مدرسه مواكبه معنا في هذه هاد الظروف هذه يعني جايبه لنا لي فوتوكوبي سيفطاتهم لينا على حسب باش يخدموا التمارين ديالهم ودائما نستذكروا الدروس ديالهم الحمد لله دابا راه ديجا ولدي راه تيخدم في التمارين ديالو في الفرنسيه في العربيه في الرياضيات هو راه ديجا بدا الخدمه المهم حتى نسالي عاد غادي نصحح معاه المهم ضروري خصو ساعه ونص ساعتين في الصباح وساعه ونص اولا ساعتين في العشيه ومن بعد يلعب ويتفرج وياخذ راحته ما يهملش الدراسه ديالو نمارسو حياتنا عاديه البنات ونفرضو على وليداتنا نظام في الدار المهم بالنسبه للمعنات ديال الغدا راني ديجا غسلت كلشي صافي غسلت غادي نبارطاجي معكم الغدا اللي غادي ندير اليوم اليوم الجمعه كيف كتعرفوا غنبارطاجي معكم الكسكسو انا دايره غير شي شويه ديال اللحم لان ماشي ماشي اسونسييل عندي في الكسكسو ما ليا الوليدات يعني مزيان درت واحد البصله جوج بصلات عفوا متوسطين شلتهم هكا عشوائيا غنبارطاجي معكم اليوم البنات الكسكسو ديال الناس زمان وديال الامازيغ سورتو الامازيغ هما اللي غادي يعرفوا هذا الكسكسو هذا كيكون كي بالحليب كنت باغا نعطي لولداتي يفطروا بالحليب ولكن ملي تفكرت غادي ندير كسكسو بالحليب عندي غير نسيترو ما عطيتوش ليهم نكتفيو باللي عندنا البنات ما غنموتوش بالجوع عندي بانيو ريوسنا الحمد لله المهم باش ما نخرج الا للضروره نكتفي بداكشي اللي عندي ونقضي باللي عندي مهم كندير خليط ديال زيت الزيتون وزيت المائده كنضيفهم بالنسبه البنات انا ديما كيكون عندي السمن اول مره كيخطاني السمن من داري صراحه كيكون مهم عندي في الكسكسو في الرفيسه ولكن هذه المره شاءت الاقدار انه يسالي ليا دغيا ودابا صيفطوا ليا الواليده ديالي ان شاء الله ونبارطاجي معكم داكشي اللي غتصيفط ليا ان شاء الله كنضيف الملحه كلشي عارفين نصب الكسكسو البنات غير هو كاين شي اضافات لي ممكن لي اللي ممكن بالنسبه للمبتدئات يفيدهم وبالنسبه للي ما بغاتش دير مطيشه اولا ما عندهاش مطيشه في الدار هذا هو الكسكسو اللي ممكن تديباني به صافي كندير سكينجبير البزار عيني عفوا عيني ميزانيه البنات الخرقوم يعني ماشي كيعطي مقا شي حاجه اللي مضبوطه بالنسبه للبنات الاضافه اللي غادي نضيف هي التحميره التحميره انا كنديرها في هاد الكسكسو اللي كندير فيه الحليب كندير فيه التحميره والله البنات الا تيقولوا لي كيجي بنين كيجي بنين ما نعاودش ليكم ما تيبانش فيه الحليب نهائيا وتيجي معلك وتيجي روعه صراحه انا هو ولا معتاد عندي صافي كندير الخضره من بعد ما كنشحر اللحم والبصله والعطريه كنضيف الخضره اللي كتشد شويه الطياب درت الفول الخيزو اللفت هما اللي متواجدين راه قلت لكم انا, أنا غنديباني باني بداكشي اللي عندي في الدار ما غاديش بلا زواق بلا نفاق بلا كدوب يعني داكشي اللي عندي في الدار والغدا اللي غندير لوليداتي غنبارطاجيه معكم باش تعرفوا بلي أنا ماشي ضروري نخرجوا ديبانو بلي عندنا في الدار ولو ما يكونش عندي هذه الخضره كلها ندي باني بداكشي اللي عندي والله ما نكذب عليكم البنات الا ما عنديش ما ما عنديش خيزو ما نديرهاش ما عنديش اللفت ما عادي جدا المهم كنشحر كنخليها حتى كتطلق شويه الماء راني درت الماكيغلا دائما انا كروي بالمغليان غتشوفني درت الماكيغلا خلاتها تطلق شويه الماء ديالها عاد نعرف راسي شحال غادي نروي ديال الماء المهم هنا راه درت شويه ديال الماء باش ما تحرقش لي العطريه وهذا من بعد ما تلقت الخضره الماء ديالها صافي راني لقيت الخضره الاخرى بالنسبه للقرعه والكورجيت وغادي نضيف حتى بطاطا ولادي ديك على ولا بطاطا في الكسكسو مادام كاينه عندي غادي نديرها الكورجيت راني درتها في الماء باش هكذا الا كان فيها شي تراب ولا كان فيها شي حجر يرطاب ويجيني ساهل في الغسيل مع راه كتشمت هاد القرعه هذه وهي اللي ديك اللي دايره خضراء كي بالنسبه للحجر وهذاك التراب وهذا راه كيكون كي فيهم يعني عادة نحكها مزيان وغنديرها صاينه لانها صغيره صافي والقرعه حتى غسلتها مزيان عاد قطعتها ودرت مطيشه وحده مطيشه وحده حيت باغا مطيشه نخليها شلاضه ونخليها للضروريات درت وحده الا ما عندكش ما ديريهاش كيجي كسكسو زوين بلا بها و عندك مطيشه ديال الحك ديري نص معلقه ديال مطيشه ديال الحك هادو غير كحيال يعني ديباني بهم ومزيوده ديال الحار بالنسبه للبنات هاد السميده اللي كندير انا الكسكسو صراحه هي اللي معتمده عندي ما بقاتش كتدخل حتى شي سميده عندي للدار هي سميده ديال القمح الكامل صراحه كتجي زوينه كتجي معلكه بحال البلبوله كتجي قريبه في المذاق البلبولة بزاف صافي غنبدا نفتلها كل واحد وطريقته كيفاش كيفتل انا الطريقه ديال الفتل ورثتها من جداتي الله يذكرها بخير هي كنكونو جالسين في الارض وكنحطو القصرية كنتكيوها على الكابينة وكنبداو نخدمو ولكن دابا ماشي مشكله نتقدمو نديروها فوق البوطاجي ماشي مشكل آه هكا كنبدا ندير بيديا واحد اليد كتدفع السميده واحد اليد كتدور وكاين اللي كيديرها غير بيدو دايره هكا كي كيدور غير بيدو وحده ماشي ضروري كل واحد الطريقه ديالو المهم هو في النهايه خصكم تحطوا كسكسو يكون ناضي صافي هذا هو <applause> هذا هو الاساس ما تهمش الطريقه يعني ولي بغات الطريقه بالتفصيل يعني بلا تسريع كيف ما انا حطها في لا فيديو نبارطاجيها معك بالتدقيق آه صافي من بعد ما فتلت الكسكسو ديالي دابا غادي آه من بعد ما غلات لي آه الخضره اللي كانت قبل اللي كتشد شويه الطياب انا راه الكورجيت راني نجرتها شويه البلايص اللي كحلين وحكيتها مزيان مزيان وصلت الخضره وقطعت بطاطا كيف ما كيبغيوها ولادي صافي مطيشه قطعتها على جوج صافي غادي ندير الخضره اللي اللي كامله بقات ليا ودرت ربيطه ديال المعدنوس ما كنبغيش ندير القزبر كندير غير المعدنوس غنضيف شويه ديال الملح من فوق هاد الخضره هادي. انا ديجا راني ناقصه الملح درت غير شويه ديال الملح فوق الخضره باش تطلق لي ديالها عاد نروي في مره هانتوما كي كتشوفوا صافي غنخليها حتى تطلق الخضراء الماء ديالها عاد في مره من بعد ما فتلت الكسكسو ها كي كيجي يعني كل واحد كيدير القياس اللي باغي الغلظ اللي باغي في الكسكسو ديالو انا كنبغيه بحال هكا كيجي زوين ما تيجي ما رقيق تيجيني مزيان بغيتو ديروه رقم هكا ديروه صافي انا درت الميكا البنات هاد الميكا ديال الثلاجه ما كنتش كنديرها صراحه هاد الماركه ديال البرما تيتانيك هادي صدقات لي صراحه دابا راه عندي من 2012 وهي عندي مشكلتها هي ان واحد النهار بغيت نجبدها من الفوق طاحت ليا وعوجت واحد شويه بدات كتخرج ليا البخار من الجناب يعني ما كيف ليا الكسكسو مزيان صافي اضطريت انني ندير هاد البلاستيكه هادي صافي هو الكسكسو ديالي غادي نخليه فور الفوره الاولى يعني عادي راه ما كيشدش الوقت في الطياب وتقول ولا كياخذ يط... كي الوقت لا عادي بحالو بحال السميده العاديه كان كنفوروه ثلاثه المرات غير هو كنعطيوه الوقت ديالو في الطياب صافي هاي الفوره الاولى راني درتها غادي نضيف لها الماء نغسل الكسكاس ديالي باش ما تبقاش لاصقه فيه السميده صافي غادي نضيف ليه الماء وغادي نخليه يتشرب داك الماء نخدم بيديا افضل راه شويه برد ما بقاش سخون صافي غنضيف الماء عاد غير ما تكثروش الماء باش ما يتعجنش ليكم اللهم تزيدوا مره رابعه تخليوه يطيب وما يتعجنش ليكم يعني غير شويه بشويه وغنخليه يشرب الماء ديالو عادي انا البنات كنضيف غير الملح في المره الاخيره في الفوره الاخيره الثالثه كنضيف غير الملح ما كنديرش الزيت قليل فاش كندير شويه ديال زيت الزيتون غالبا ما تنضيفش كاع الزيت المهم تيشرب الماء عادي تيجي غزال وما تاخذش الوقت في الطياب تيطيب دغيا مهم عادي كيف ما كتخدموا سميده عادي صافي غادي نحركو نخليه يشرب يتشرب الماء وغادي نردو يفور الفوره الثانيه والفوره الثالثه صافي عادي جدا كيف ما كنصايبوا الكسميده العاديه دابا البنات هانتوما كي كتشوفوا المرقه ديالي راه طابت الخضره ديالي كامله المرقه راه اختارت يعني خليتها حتى تق... ولات قليله الا بغيتو ديروا الحليب خصكم تخليو المرقه تقلى يعني ذاك الماء النسبه ديال الماء اللي زايده ما كاينلاش باش يجيكم باش يجيكم زوين ويجيكم بنين ويجيكم هذا هدم... يعني يجيكم هذا معلك الكسكسو صافي يعني انا ضفت دابا كاس ديال الحليب يعني اصلا دايره داكشي قليل انا يعني خضره قليله كلشي قليل صافي راه كتجي زوينه ما كاع باين الحليب نهائيا دابا راه غادي نبدا نحط قدامكم الكسكسو صافي كنقدو في القصريه عندي قصريه غير صغيره انا دايره كميه قليله كيف ما قلت لكم ناكلو ماشي طلينا والو نجمعو نطويو ما كاينلاش اللحو ما كاينلاش نضيعو حنا ماشي في ظروف ديال الضياع ولا ديال التبذير المهم عشوائيا كنصايب هاد الشيء هذا هو الكسكسو ديالي البنات من بعد ما صايبته ومن بعد ما يعني تقديم عشوائي ماشي زوقته ولا شي حاجه قديته كيف ما غنحطوا لوليداتي وكيف ما كنديروا دائما يعني آه الحمد لله اللهم اديمها نعمه آه قديت بدك اللي عندي في الدار الحمد لله وطلع كسكسو ما نعاودش لكم انا راني ضقت منه بنين 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 وحق الله العظيم إلى بنين وكيجي كأنك كيدير فيه مطيشه وهو راه دايره غير بالحليب ولكن الا بغيتو ديك الحموضه كيف ما قلت لكم ضيفوا ديك نص معلقه ديال مطيشه ديال الحك أو ربع معلقه أه كيجي بحال دايره فيه مطيشه بحال انت حكيتي فيه لاصوص ديال مطيشه كيجي بنين وهذه حيله باش يعني ما عندناش مطيشه نديباني ورسنا ماشي نبقاو بلا كسكسو ما يمكنش المهم الحمد لله أه كنتمنى يكون نهاركم داز زوين وتكونوا أه العائله مجموعه يعني الام حاضنه وليداتها وجالسين في ديوركم سادين عليكم تاكلوا وتشربوا تقراو ونصليو ونقراو القران ونذكروا الادعيه ديالنا أه وصلنا نهايه لا فيديو ما بكم دمتم في رعايه الله والسلام عليكم